أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. ومن شبوة التي شهدت تصعيدا خطيرا بين الجيش في شبوة والنخب، ومن ثم انتهاء هذا الأمر بوساطة وخروج النخب من المدينة، مدينة عطق عاصمة المحافظة، وصولا إلى تفجير أنبوب النفط في منطقة تخريم مؤثر في ذات المحافظة، منطقة مصدر المحلية في مديرية جردان شمال شبوة، إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، التفجير في كيلو 108 بمنطقة لماطر في مديرية الروضة شرق المحافظة، وهي منطقة تخضع لسيطرة ميليشيا محسوبة على الإمارات. ويقال وحسب المصادر أنه يراد من هذا التفجير هو شل قدرة الحكومة ماليا، باعتبار أن الحكومة تعتمد على مداخيل مالية من هذه الصادرات من شبوة ومن حضرموت. أيضا وفي خبر عاجل وهو تطور لافت، لجنة الوساطة كما جاء الآن أنها حذرت من تطورات عسكرية في عطق وضواحيها في اليومين الماضيين. وقال مصدر أن اللجنة رصدت حشود من قوات النخبة قادمة من معسكر عزان بقيادة محمد سالم البوحر، تمركزت عصر اليوم السبت في مدخل الشرقي لمدينة عطق وعلى مقربة من نقطة الجلفوز التابعة للأمن العام. وأكد المصدر أن تحركات النخبة تعد اختراقا صريحا للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف، وما زالت تعمل لجنة الوساطة لتنفيذه على الأرض بالتواصل مع الأطراف المعنية. حول هذا الأمر والتصعيد الجديد معي عبد القوي لمروك وكيل محافظة شبوة. أستاذ عبد القوي، أستاذ عبد القوي لمروك، إذا محسن الحاج مستشار محافظ شبوة معي أيضا. محسن، أستاذ محسن الحاج، نعم، هل هذا البيان صحيح عن لجنة الوساطة الذي يحذر عن ربما التصعيد أو عودة التصعيد إلى المحافظة مع قدوم قوات جديدة للنخبة إلى منطقة أو المدخل الشرقي لمدينة عطق؟ تحية لكم ولضيوفكم الكرام وللمشاهدين جميعا. ما ينقل من هذه الأخبار قد يكون عاري عن الصحة وغير صحيح. الأمور في مدينة عتق أمور هادية ومستقرة، ولا يوجد أي من هذه الأخبار التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من حشود هنا أو هناك من جهة أو من جهة أخرى. فالوضع مستقر وهادئ، ولا يوجد من هذا الاخبار غير صحيحه، يعني انه في حشود وفيها يعني ليس هناك تحرك، يعني هذا البيان غير صحيح وليس صادر عن ليس هناك اي تحرك، ليس هناك اي تحرك، ما زالت لجنه الوساطه تسير في عملها و تعمل على التهدئة، وهناك تفاهم كبير بين أبناء المحافظة وكل العقلاء وكل الشرفاء من أبناء المحافظة يعملون على تهدئة الموقف في المحافظة، ونأمل أن تتم هذه التهدئة وهذه الوساطة أن تتمم على خير، والأمور إن شاء الله إلى خير وإلى أحسن بإذن الله تعالى. نعم، ماذا عن استهداف أنبوب النفط؟ هل تم إصلاحه؟ وخاصة أن تلك القوات قيل أنها منعت الفرق الهندسية من الذهاب لإصلاح الأنبوب. أنبوب النفط فجر في عدة مرات منذ زمن طويل، منذ أن أنشئ في قبل 10 سنوات أو 15 سنة، وهو يتم تفجيره بين الحين والآخر من بعض الأشخاص المحربين. نعم، هذه المرة في الآونة الأخيرة قبل يومين. نعم، من وراء التفجير؟ نعم، تلك العصابات. وتم تفجيره. نعم، من الذي فجر الأنبوب؟ من يقف وراء التفجير؟ طبعا مسألة من الذي فجر الأنبوب، لا يستطيع الشخص أن يجزم على قناة فضائية أو في موقع تواصل اجتماعي ان فلان هو الذي فجر الانبوب او الجهه الفلانيه هي التي فجرت الانبوب. هناك اجهزه مختصه في هذا الجانب، جهات التحقيق البحث الجنائي والنيابه العامه هي المختصه في تحديد
من قام بهذه الجريمة ومن قام بتفجير الأنبوب، وهذه الإجراءات القانونية تجري وفق القانون، وستصل إلى 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 نتيجة، وستعلن النتيجة للناس. نعم، لكن أستاذ محسن، لكن حسب خبراء يقولون أن أنبوب النفط هو يحتاج إلى خرائط حتى المواطن العادي يعرف أين يتواجد الأنبوب وما إلى ذلك، يعني يحتاج جهة على إطلاع ودراية ربما بأماكن مرور الأنبوب، وتحتاج إلى آلات حفر ثقيلة ربما يتطلب الأمر يوما كاملا حتى أنها تصل إلى مكان الأنبوب وتفخخه وتفجره، يعني لا يمكن أن يكون به أفراد عاديون. أنبوب النفط يفجر في عدة مناطق في اليمن، ليس في شبوة فقط، وقد فجر في عدد من المناطق في مأرب وفي شبوة وفي شبوة وفي غيرها وفي الحديدة، ومن يريد أن يخرب سيجد من يدله ومن يدربه ومن يعمل على مساعدته من أجل التخريب. نعم، ولكن لماذا منعت الفرق الهندسية؟ لم يكن الأول. نعم، هو ليس الأول. عفوا، التفجير هذا لم يكن الأول ولم يكن الأخير. ففي تفجيرات كثيرة بشكل عام في اليمن، وستعمل الجهات المختصة على كشف الحقيقة للناس. نعم، وعبارة للرأي العام. ولكن لماذا منعت الفرق الهندسية من الوصول إلى الأنبوب وإصلاح؟ وهل لا تزال هذه الفرق ممنوعة؟ الأخ المحافظ شكل لجنة بالأمس، مساء أمس شكل لجنة برئاسة وكيل المحافظة وعضوية مكتب النفط ومكتب الغاز والجهات الأمنية المختصة، وتقوم اللجنة بالنزول إلى أماكن تفجير الأنبوب وسترفع تقريرها مفصلا عن سبب التفجير، وسترفع تقرير مفصل عن كل الأمور التي تحتاج إلى تقييم في هذا الجانب، فننتظر إلى أن تقوم اللجنة برفع هذا التقرير خلال اليومين القادمين بإذن الله. نعم، الأستاذ محسن الحاج مستشار محافظ شبوة، شكرا لك التعليق لك أستاذ عبد الله شمسان. ويبدو أن هناك اتجاهين، اتجاه يدفع للتصعيد من خلال استهداف الأنبوب، حشد المسلحين إلى المدينة، هناك جهة ربما يمثلها المحافظ ومستشاره محسن الآن تدفع إلى التعقل وإلى عدم الاتهامات وربما تجنب المواجهات. أنا لا أناقش الموضوع بتجزئة، بمعنى إذا أردنا أن نعالج أو نناقش، ستلاحظ أننا نحن نتحدث الآن عدن، شبوة، سقطرة، يعني نحن أمام حديث عن جغرافيات متقطعة، وهذه الجغرافيات إذا ذهبنا من يحركها؟ الإمارات. أصبح الحديث فجروا السلطة، جعلوا السلطة الشرعية عبارة عن وهم، يعني عبارة عن حضور حتى في هناك يعني نفور نفسي شعبي تجاه السلطة الشرعية، هناك غياب مادي للسلطة الشرعية، هناك يعني نجحوا في هذا والسلطة ساعدت في هذا، ساعدت من خلال بقائها في الخارج، ساعدت من حيث أنها لم تتخذ الإجراءات الحاسمة، ساعدت من حيث أنها لا تدير الحياة اليومية. نحن الآن نتحدث عن سقطرة قطع منفصل، نتحدث عن مأرب قطع منفصل، نتحدث عن شبوة قطع منفصل، نتحدث عن أبين، عن حضرموت قطع منفصل. ثم المسألة بغاية الوضوح، أنا قبل يومين تابعت في إحدى الوسائل الاتصال يعني سؤال من قناة أبو ظبي لأحد القادة في لكن أبو ظبي والإمارات يقال أنها تقلل من تواجدها في اليمن، ولماذا تدفع إلى التصعيد؟ هذا ربما موضوع قد يناقش غدا في حلقة غدا من حديث المساء. لا، التقليل هذه مسرحية، هم تم هذا التقليل لينذر بالانقلاب. لماذا؟ لأنها هيئت النخب الشبوانية والحضرمية والأحزمة وقامت بكسب ولاء كثير من المشايخ، وهذا يمهد، وأعلنها عن إعلان شباب يمهد أنه قريبا جدا سيتم إعلان الانقلاب على السلطة الشرعية، بحيث لا تتحمل الإمارات العربية أنها موجودة في الداخل ولم تتخذ إجراءات، وإنما هم أبناء المناطق الجنوبية التي سلحتهم ومكنتهم
وأضعفت السلطة الشرعية خلال 4 سنوات، وبالتالي عند إعلان الانقلاب ستكون الإمارات قد أعادت موضعتها، وهذه لعبة يعني مكشوفة ولا تنطلي على طفل صغير. يعني أنت 4 سنوات أضعفت السلطة الشرعية، لم تسمح بعودتها، أوجدت النخب الشبوانية والأحزمة، قمت بإيجاد نفور شعبي من السلطة الشرعية، أضعفت السلطة في إدارة الخدمات، ثم مولت هذه النخب، دربتها، وقبل إعلان الانقلاب مباشرة. وأذكرك الأيام القادمة سيتم إعلان الانقلاب، لأن انسحاب الإمارات بمعنى لا يمكن للنخب الشبوانية والحضرمية وللقيادة الإمارات أن تعلن انقلاب على السلطة الشرعية وهي موجودة بقواتها، ولذلك ستحاول أن تحمل المسؤولية إلى جماعات يمنية لها مشروع وطني. هذه مسرحية سخيفة. الأسخف من ذلك هو موقف السلطة الشرعية التي تشاهد ذلك. أنا أقولها ولا أدري لماذا سأعيدها. نعم. هذا الرئيس الجمهورية، صدقني إذا حافظنا على اليمن على 5 أجزاء بوجود رئيس الجمهورية وطاقمه الصغير وهؤلاء الأشخاص الصغار وطنيا، يعني أقول هذا الرجل لم يتخذ قرار مناسب ولم يضع حوله رجال مناسبين. أقول بحجم التحديات، بحجم التحديات طالما هؤلاء الأشخاص حوله، أذكرهم بالأسماء، لا أدري، أنا أسميهم لا 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 حاجة لا حاجة لا 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 لو سمحت لو سمحت، هذه قضية وطنية. لدينا شبوة، إذا شبوة، ليس شبوة، شبوة جزء من مشكلة. يا عزيزي يا عزيزي، نحن في علم الاجتماع نتحدث عن عينات، لماذا نتحدث عن هل المشكلة في شبوة؟ نسينا عدن ولاحج، أليس هي جزي؟ هذه عملية كل نحن لسنا يا عزيزي في علم الاجتماع، في علم يعني في تشكيل الرأي العام. أنا أخلق لك أزمة شبوة، عدن، حضرموت مستقلة، تعز مستقلة، بينما هي عملية نجلس نلاحق يعني في نحن نتحدث عن شبوة. المشكلة مش شبوة، مشكلة سلطة شرعية غائبة، نحن أمام احتلال إماراتي، سيطرة، إعادة الجيش. نعم. الآن هذا الانسحاب الشكلي، وأنا أحذر وأقول قد يتبعه ربما عمل عسكري، ليس يتبعه. تؤكد ذلك؟ وأؤكد لك من خلال أن الإمارات الآن بعد أن أو السلطة الشرعية 4 سنوات في الخارج، رئيس حكومة لا علاقة له بالسياسة، تعز قطاع منفصل، الحوثيين سلطة واقعية حقيقية، وهناك تعبئة ومزاج شعبي طارد لكل ما وحده وشمالي، هناك تمويل بالأسلحة والمدرعات للنخب والأحزمة، سيتم إعلان الانفصال، وبالتالي الإمارات لا علاقة لها، لأنه هذه الأبناء الجنوب مظلومين، وأبناء مناطق الجنوبية لهم مشروع. لكن الجميع يعرف أنها هي التي سلحت وهي التي أنشأت وهي التي جمعت. هذا كلام الجميع يعرف، الجميع يعرف. أستاذ عبد الباقي، لو سمحت لا تنتهي تقول الجميع يعرف. هذا الجميع يعرف. الجميع يعرف. لا، ما الذي فعل؟ نحن نحمل السلطة الشرعية لحتى اللحظة، وأنا أحذرها من خلال برنامجكم، أنه خلال الأيام القادمة إذا لم تعلن بخروج، حتى لو أعلنت إنهاء العلاقة مع الإمارات، سيعلن المناطق الجنوبية وهي جاهزة ماديا وعسكريا وجاهزة بنخبها، وأصبحت مسيطرة لإعلام الانقلاب الثاني وفقا للمخطط الحوثي. نعم. الأستاذ عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا على وجودك معي هذا المساء. أشكر أيضا اللواء دكتور شامي محمد الظاهري الخبير العسكري السعودي، وأيضا أشكر محسن الحاج مستشار محافظ شبوة. أشكركم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من حديث المساء، وفي أمان الله.